هل إثيوبيا قادرة على ضرب مصر والسودان؟ ننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل ننشر لكم الدور الروسي لسد النهضة، وعاجل موقف أمريكي خطير يشعل أزمة سد النهضة، وحالة وحيدة يمكن فيها لمصر ضرب سد النهضة تعرف عليها، وعاجل معلومات جديدة عن أحدث مشروع ضخم للرئيس السيسي. صلى على الحبيب محمد ورمضان كريم عليكم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل موقف أمريكي خطير يشعل أزمة سد النهضة. كشف الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن سبب تأخر إدارة بايدن في أزمة سد النهضة، وقال: ليس هناك أي تأخر، نعرف أن هذه الإدارة جديدة، وأي إدارة جديدة أمريكية ستأخذ وقتا لتقوم ببحث ودراسة أي ملف مهم، وليس هناك ملفات كثيرة في المنطقة أهم من مياه النيل، فمياه النيل مهمة جدا للمصريين والسودانيين وأيضا الإثيوبيين. وتابع وقال إن هذه الإدارة أخذت وقتا كافيا لدراسة الموضوع، وكانت لديها نية منذ البداية لدعم أي جهود تعاونية بينها وبين الدول الثلاثة، ولذلك رأينا هذا الوفد. وجود هذا الوفد في المنطقة الأسبوع الماضي لا يعني أن الإدارة لم تكن تهتم بالموضوع من قبل، بل على العكس كانت هناك اجتماعات وتشاورات، وكنا نستمع عبر سفارتنا في كل من المدن الثلاثة. وشرح في حديث سكاي نيوز تفاصيل وأبعاد الموقف الأمريكي تجاه ملف أزمة سد النهضة بعد المشاورات المختلفة التي أجرتها واشنطن خلال الأسبوع الماضي، تحديدا مع الأطراف المختلفة، والتي سبقتها مراجعة إدارة بايدن للملف بشكل عام. ووضح أن طاولة المفاوضات هي الحل الوحيد للأزمة، وقال إن أمريكا تواصل دعم أي جهود للتعاون بينها وبين مصر والسودان وإثيوبيا، وأشار إلى أن الوفد الأمريكي عالي المستوى الذي زار المنطقة الأسبوع الماضي، والذي تكون من المبعوث الخاص الأمريكي للسودان ومسؤولين أمريكيين آخرين، من بينهم مسؤولين من مكتب الشرق الأدنى. وقال يعني أدام في اهتمام كبير بهذا الموضوع وفي ممثلين على مستوى عالي، يبقى في تركيز كبير من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أي جهود تعاونية. ولا بد من الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي باعتباره كان من الوفد في كل محطات هذه الزيارة للمنطقة، والتي تضمنت مصر والسودان وإثيوبيا وأيضا كينشاسا. وكان بيتكلم حوالين هذه الزيارة، وهل هي مرتبطة بالتصعيد المصري وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة؟ وأجاب الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال: نحن محايدون، لدينا علاقات مع الدول الثلاثة، فعلاقتنا جيدة مع مصر والسودان وإثيوبيا. توقيت الزيارة لأن الإدارة الأمريكية تريد دعم الدول الثلاثة، وسوف تستمر في التنسيق والتشاور وتستمع من مصر والسودان وإثيوبيا، ولذلك قام الوفد بزيارة كل البلدان بما في ذلك كينشاسا. الموقف الأمريكي واضح جدا، فواشنطن تريد مع الاتحاد الأوروبي وأي مؤسسة دولية أخرى أن تلعب دورا إيجابيا وتدعم أي جهود تعاون. وكان بيتكلم يعني هل لو المفاوضات فشلت هيكون عند أمريكا وسائل ضغط على إثيوبيا مثلا؟ فقال في النهاية إن الحل هيكون في إيد الدول الثلاثة، يعني بكل بساطة نجد أن أمريكا ليس لها دور فعال في هذا الأمر، يعني ملهاش تأثير على دول من الدول الثلاثة، وهذا الأمر يعني خطير جدا. أدام أمريكا مش عارفة تحل الموضوع، يبقى مين هيحل الموضوع؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. تعالوا نشوف خبر آخر مع بعض، وهل إثيوبيا قادرة على شن حرب ضد مصر والسودان في وقت واحد؟ استبعد الباحث الإريتري المتخصص في شؤون القرن الإفريقي شفاء العفاري احتمالية تطور النزاع حول سد النهضة إلى صراع عسكري
على المدى القريب بعد فشل مفاوضات كينشاسا كاشفا ماذا ستفعل إثيوبيا في الأيام المقبلة. وقال في تصريح لوكالة سبوتنيك إن فشل مفاوضات كينشاسا كان متوقعا لأن السودان ومصر ذهبتا إلى هذه المفاوضات غير راضيتين. هذه المفاوضات تحتاج إلى وسطاء حقيقيين، والاتحاد الإفريقي ليس لديه أوراق تمكنه من الضغط على الأطراف الأخرى، فيما معناه يقصد إثيوبيا. وأضاف على المدى البعيد بالتأكيد قد يؤدي فشل هذه المفاوضات إلى تصعيد عسكري، لكن حاليا هناك أوراق يمكن استخدامها، فهناك الدول المانحة التي لديها قدرة للضغط على إثيوبيا. وتابع إثيوبيا حاليا في وضع لا يمكنها من شن حرب على دولتين هم السودان ومصر. وأعتقد أنه بالرغم من رفض إثيوبيا للمبادرة السودانية بالوساطة الرباعية، فإنها عاجلا أو آجلا سوف ترجع لهذا الحل، لأنه ليس هناك حلا آخر. وأكد الباحث الإريتري على المدى القريب أعتقد أن الدول الأوروبية وواشنطن لديهم بعض الأوراق التي يمكنهم استخدامها لجعل إثيوبيا ترجع عن رفضها للمبادرة الرباعية. ووضح إما إذا بدأ تصعيد عسكري، فأعتقد أننا مقبلون على توتر كبير جدا في هذا الإقليم الهش أمنيا. ويعني في وقت سابق أكيد عارفين اتهمت مصر والسودان إثيوبيا بالتعنت في المفاوضات ورفض كل المقترحات لتطويل العملية التفاوضية فيما لم تعلق أديس أبابا على فشل المفاوضات حتى. يعني الموضوع بالنسبة لإثيوبيا مش مدياه أي اهتمام، وهذا الأمر يعني في منتهى الخطورة. تعالوا نعرف الدور الروسي لسد النهضة وهل هيكون في تأثير أم لا. وزير الخارجية المصري سامح شكري طلع وقال إن مصر بتتوقع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في تسوية أزمة سد النهضة مع إثيوبيا. وخلال مقابلة أجرتها معه وكالة تاس الروسية قبل زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف إلى القاهرة اليوم الاثنين، أكد شكري أنه سيبحث معه موضوع سد النهضة والدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة والتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وأشار إلى أن المفاوضات حول سد النهضة لم تستأنف بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، ورفضت مصر والسودان عرض إثيوبيا لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. مصدر معانا كان من صحيفة النهار المصرية. إن شاء الله يعني أنا متفائل إن روسيا يكون عندها الحل، ولكن يعني مش متفائل قوي. بس أنا برضو بترك لحضراتكم التعليق، وعاوز أعرف في التعليقات تحت هل أنتم شايفين روسيا تقدر تحل هذا الموضوع أم لا. يعني هنشوف الأيام القادمة هتورينا هل روسيا قادرة على حل هذا الأمر أم لا. وتعالوا نشوف خبر آخر مع بعض وحالة وحيدة يمكن لمصر ضرب سد النهضة تعرف عليها. السفير سامح شكري وزير الخارجية أكد إن مؤسسات الدولة لديها سيناريوهات فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، ونتعامل مع الأمور وفقا لتطورها. وأشار إلى أن كل العناصر متوفرة لدى الدولة المصرية هي مسخرة لخدمة مصلحة الشعب المصري، وعندما يحاول أي طرف بأن يمس مصلحة الشعب المصري فنحن لدينا القدرة كحكومة وشعب للتصدي لذلك بكل عزيمة. وأكد خلال تصريحات تلفزيونية أن مراحل التحرك واللجوء للدول الشريكة والمنظمات الدولية تتم في إطار خطة موضوعة مسبقا وتتم تنفيذها وفقا لجدول زمني محدد. وأشار إلى أنه إذا وقع ضرر على مصر في الانتقاص من حقوقها المائية يعتبر عملا عدائيا، والعمل العدائي هناك أسلوب في القانون الدولي للتصدي له، وهذا الأسلوب متدرج. وقال يبدأ من إجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخل أطراف تستطيع أن يكون لها تأثير على المشهد، وتنتهي بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة بذات الحق لتتخذ الإجراءات التي تراه مناسبا، وكل الخيارات متاحة. فيما معناه إن إثيوبيا لو ألحقت الضرر بمصر، يعني لو أخذت من حصة مصر المائية، هذا الأمر سيكون خطير جدا، وهيعرض إثيوبيا يعني لضربة عسكرية مصرية ملهاش بديل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الأمر. تعالوا نشوف
معلومات جديدة عن أحدث مشروع ضخم للرئيس السيسي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر. ووجه الرئيس بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية خاصة توطين الصناعة والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي تلبية لاحتياجات السوق المصري من المركبات. وتناول الاجتماع استعراض جهود توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الأمر، وهو الأمر الذي سيدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين. يعني لما نقوم بتصنيع وتجميع سيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء هتكون نقلة نوعية بالنسبة لمصر، وده هيفتح الباب بعدين إن مصر تقوم بتصدير هذه العربات بعد تصنيعها وتجميعها في مصر، وده هيكون ليها بعد اقتصادي جميل جدا للاقتصاد المصري، وإن احنا نحمي البيئة في مصر، اننا نبدل العربيات اللي بتشتغل بالديزل والبنزين بعربيات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء. ده هيكون امر يعني عظيم جدا ومختلف بالنسبة لمصر. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. رمضان كريم عليكم، كل عام وانتم بألف خير. كان معكم اسلام، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.